السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة مواع تي في. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفكرة جديدة ان شاء الله. كما شتو دروكا في بعض التشققات كما شتو هما التشققات هما كتر لان خليتها في الشمس والشتاء كما شتو هي باش دابا نديرو هاد النجرة كما شتو هي النجرة قبل ما نبداو نقادوها تنديرو النجرة كما شتو نخلطو في هاد الإناء كما شتو النجرة هي تنزيدو الكولا تاع العود كيما شفتو تنزيدو الكولا تاع العود هايا تولي لنا خير بحال هكا كيما شفتو تولي لنا خير بحال هكا نحطو حنا هنا تنقدو هاد البلاصة خارجين تنقدوهم كيما شفتو تنقدوهم بحال هكا هو كما شفتو بحال هكا بحال البلاصة اللي فيها الشقور مقطوعة كنديرو لهم بحال هادو هما تنقطعو طريفات من هذا كيما شفتو طريفات من هذا هو صغير يصير جبو من هنا بعد ما ستيناهم تنجيبو هاديك العجينة اللي كدينا كما شفتو هي و تنبدا تنعمرو نعمرو كاع البلايص اللي فيهم الرفار كيما حتى هما مش شفت انا مروق على البريس اللي فيهم هاد الشقات هاد ترى مروق المنطقه حتى هي اللي نزلنا في هاد الشانطيات بزاف باش باش يوز دغيا كما شفتوا دابا بعد ما كملناها كله بهاديك الكولا والنجره صافي كما شفتوا دابا تحكم مزيان هكا اللي ما عندوش ليمون ولا ممكن يضحكوا يبقى في الحر المنطقة اللي ما وصلهاش داك الليمون تنديرو لها قايط الحشك كيما شفتو هو بحال بقا عجبتو هكا قايط الحشك كيما شفتو بعد ما كملنا الحكوان تنشفوها مزيان هكا بشي كا بعد ما كملنا الحكوان الجهه الاخرى الطريه بعد ما كملنا الحكوان هنا وهنا حتى هو غادي نجيبو ليسانس نصور بالفيرني كما شتو هذا هو الفيرني تزيدو شويه ليسانس
تي ما خلي خاطر يكون خاطر. هادي هي المرحلة الأولى تاع الفيرني كيما شتو. كيما شتو بعد ما ضربنا الكوج الأول كيما شتو هو اللون ديالنا هو هذا. كيما شتو شربات الدفا. دوكا غادي نعاودو الكوج الثاني إن شاء الله. الكوج الثاني باش يعطي اللون مزيان. كما شفتوا الخط دوكا بعد ما كملنا الكوش الثاني من الصبغه تنزيدوا هذا الفيرني هذا كما شفتوا هو فيرني سانتيتيك عميد لحمايه الخشب للاعمال الداخليه والخارجيه كما شفتوا هذا الفيرني هذا هو هذا هذا الفيرني هذا زين تيحمي العود من سميتو من الشتاء ومن الشمس هذا الفيرني هذا وتعطي البريو تعطي اللمعان كما قلت لكم اي عمليه درناها هنا الا وتنديروا التل تحت التل تحت حتى الفصل الاخر ديال الباب باش ما نطولوش عليكم فيديو صافي بحال الجوانب هذا الشيء ضروري يدخل الفيرني مزيان كما تلاحظون هذين اخواني هذه النتيجه النهائيه هي كما تلاحظون النتيجه جد رائعه